في إطار حماية المستهلك وقمع الغش تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم، وبناء على معلومات واردة إلى فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بوهران بتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرقين وأعوان مفتشية التجارة بالثانية، تمت مداهمة وحدة لإنتاج الجبن على مستوى إقليم بلدية مسرقين مركز بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. تم ضبط كمية معتبرة من مادة الجبن موجهة للاستهلاك والمقدر وزنها ب 624 كيلوغرام دون احترام أدنى شروط النظافة والتخزين مع عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي.